اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه وعلى آله. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تقراره بكشرة ترداد. صلى الله عليه. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما العنا ما نوالى. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بحجة وجمالا. صلى الله عليه. قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناحى في مجده وتعالى. صلى الله عليه وآله. لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز أو وسفه اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملك الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.